السلام عليكم. هذا البئر تقريبا شي 32 متر. اضرب الحجرة شيخ. تقريبا شي 32 متر. رمية كتير لا تستطيع ان ترى. خليها تحطوا الا تنزلوا. لون يصل بعد الان وصل تقريبا فوق 32 متر هذا البير. جزاكم الله خير والله يتقبل ان شاء الله باذن الله تعالى. يعني اهل القريه ليس كلهم موجودون هنا.